يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا، ورجعنا لكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر الأخبار من حول العالم. وأكيد الخبر الأول معك تراد، أهمها لازم تكون مضحكة حقيقة، ويعني حاجة صارت لازم نتعلم منها وما نعاند. بداية الخبر أو عنوان الخبر: 845 ريال غرامة لتجاوز مدة وقوف بثانيتين في بريطانيا. حصل هذا الموقف مع الآنسة ليز تايلور اللي وقفت سيارتها في موقف سيارات لأحد المولات لمدة ساعتين. طبعا هي دخلت على أساس أنها تقضي وعارفة أنها حتخلص وقت بدري. للأسف الشديد ما كان التوقيت مناسب جدا، لأنه غيرت للمدام، أو عفوا قلت أنا آسف، عشان تغير حفايض ابنها، فتأخرت عن الموعد تقريبا لمدة ثانيتين، وهذا كلفها تقريبا 845 ريال غرامة لهذه الموقفة وهذا التأخير. طبعا ما توقعت هذا يصير طبعا الأمر، ولكن عرفت أنه الأمر قابل للتخفيض إلى 227 ريال في حالة أنها بادرت أنها تسدد هذا في خلال هذا الأسبوعين الجاية. لكن للأسف الشديد تايلور ما استجابت للخطابات اللي أرسلتها الشركة في إدارة المواقف، واستنت تقريبا إلى تقريبا سنة عشان تسدد المخالفة. الكلام هذا في 2015 يا جماعة الخير، ما أعرف إيش العناد هذا. طبعا للأسف في الأخير اضطرت إلى أنها توقف قدام المحكمة، ويقولوا لها مقاطعة هيدرسفيلد في 11 أكتوبر، وقالوا لها لازم تدفع 845 بدل التخفيض اللي كان ممكن تسدده خلال الأسبوعين. القصة بسيطة والكونكلوجن أبسط، لا تعاندون وسددوا وريحوا بالكم. من جد في النهاية نعيش ونشوف، يعني الواحد ما يعرف قيمة النعمة اللي عنده إلا لما يشوف أو لما يفقدها حقيقة. عموما خلونا نروح لخبرنا الثاني موجود معنا اليوم، فقرة الأخبار والمنوعات. وزي ما حكينا أول عن الإيموجي، ونقدر نسميها الرموز التعبيرية، كثير مننا يحبها عشان يقدر يوصل فيها المعاني والأفكار. ما أعرف، أخباري كلها مع قبل يومين إيموجي، بس عشان أنا أحب الإيموجي حقيقي. عموما أبل تستعد، شركة أبل، لطرح الرموز التعبيرية والرمز الذي أثار الجدل كثير، الذي يدل على الاستهجان أو اللامبالاة زي ما احنا شايفين في الصورة، ضمن النسخة القادمة من نظام التشغيل iOS كمان 10.2. وحتقدم النسخة الجديدة دعم لمجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية، والتي تصل إلى 72 رمز تعبيري جديد، إلى أن رمز اللامبالاة هو الأهم بينها بالنسبة للمستخدمين. ويمكن الكثير طلبوه من شركة أبل، فقررت أبل أنها تطرح هذا الرمز، وكمان من ضمنها راح يكون القلب الأسود ورمز الغوريلا ورموز أخرى، صور شخصية وسيلفي، وكمان رمز الشخص الذي يلعب ألعاب رياضية واللي يستخدم لتمثيل رياضة الجمباز، وكمان في فواكه الأفوكادو مخصصة للألاك الذين يحبون الفواكه، وفي الوجه المريض والوجه المحبط والمرأة الحامل اللي كثير نفسهم يلاقوا كده فيسات. عارف لما نقدر ندور في الرموز التعبيرية ليش ما في مرأة حامل، وكمان رموز أخرى مثل الخيار والجزر والخبز. يعني نحن مترقبين صراحة، خلاص ما بقي شيء، ما في حيصير عندنا تعابير نهائيا، خلاص كل شيء نستخدم الإيموجي وانتهى الموضوع. والله شي. سبحان الله، أقسم بالله لم ينأمس قاعد أفتكر، قاعد أكتب شيء في الواتساب، فكان نفسي في إيموجي زي كده، إنه حاجب مرفوع. أيوة، الناس قاعد تدور. أيوة. مو معصب، إنه مستغرب ومستنكر، بس ما لقيت. قعدت ادور قلت يا الله وصلنا هذه المرحله، ماني قادر اكتب حاجه يعني توضح استنكاري، فابغى حقيقي انا الإيموجي. حبيت الايموجي اللي لا مبالاه. لا مبالاه كذا يسوي نحطه في ساعة شباب انه مهما نشوف لكن الحياه مستمره. وننتقل الى خبرنا الاخير برضو تكنولوجي، في تطبيق، عفوا مو الاخير، نسيت خبرك الثالث، معلش ابدا ما انساك والله. تطبيق يشغل السياره بواسطه الهاتف الذكي. هذا التطبيق راح يساعد كثير من الناس انهم يعني يشغلوا سياراتهم من بعيد. طبعا الشركه اليابانيه اطلقت للسيارات تطبيق يدعى سمارت كي بوكس. هذا البوكس طبعا يسمح لمستخدمي الهواتف الذكيه بتشغيل السيارات من خلاله صندوق تحطه في السياره ويشتغل بالبلوتوث، وايضا يعني ممكن تشغل السياره وتفتحها، عفوا تشغلها وتقفلها من خلال هذا الصندوق. انا ما قد صراحه شفت اختراع زي كذا، ولكن اعتقد لابد انه يتشبك في السيستم. الابتكار هذا برضه بيسمح للمستخدمين، هذه برضه حيساعد الشركات في هذا الامر، انهم يسجلوا مسبقا في قائمه السيارات اللي بالاستخدام او بالاستعمال المشترك
زي شركات التأجير السيارات، يمكنهم من وضع السمارت كي بوكس هذا في السيارة من غير ما يحتاجوا انهم يعدلوها، وبيعطي صلاحيات انك تشغل المحرك او تتحكم في قفل الابواب من خلال جوالك بس. وبرضو التطبيق قادر على حساب المدفوعات وجدولة القروض الخاصة بنظام التأجير. خلاص ما في عمالة أفضل يشتغلوا وخلينا على السمارت كي بوكس هذا. إيش باقي؟ ما باقي شيء. جدا جميلة وحبيتها. بس طلعت، خلينا نروح مع مشاهدينا لخبرنا الأخير موجود معانا اليوم. وخبرنا الأخير راح نوريكم فيه شيء جديد ويمكن لأول مرة تشوفوه، وقبل كذا ما سمعنا عنه. عمرك شفت أطول ثور في العالم؟ أطول ثور في العالم يعني أعصب. خبرنا أكيد. لا تنشن أكثر من تنشن. خبرنا اللي نشرت إحدى الصحف الأسترالية صور لما وصفته بأكبر ثور في أستراليا، حيث تعتقد صاحبته أنه طول الثور أو وزنه قد تجاوز 1000 كيلو جرام، وطبعا ما تجاوز 426 سنتيمتر الطول، كما أن ارتفاعه عن الأرض قد بلغ 190 سنتيمتر، مما جعلها تبدو قزمة إلى جواره. طبعا جوان هي التي تعيش مع زوجها الذي يملك مزرعة الألبان في جنوب أستراليا. وكمان قالت جوان أن شخصية بيج مو اللي سمته طبعا بيج مو وطبيعته الهادئة اللي أنقذته من سكين الجزار لأنها تعلقت به وأصبح لا يفارقها أبدا طوال وجودها في المزرعة، وأنها تشتبه في نمو بيج مو المستمر قد يكون نتيجة لاضطراب الغدة النخامية المسؤولة عن تنظيم هرمونات النمو الموجودة في هذا الثور. وكمان تستعد فاين جوان لتسجيل بيج مو في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وراح نشوف أكيد في موسوعة جينيس أطول ثور في العالم. ما شكله؟ بقرة؟ ما أعرف، حسيته بقرة. صح، بقرة. كأنه مضحوك علينا خبر شيء، لكن احنا نسوي نفسنا ما احنا شايفين. وهذه الأخبار الموجودة كده معنا، ممكن نسل مختلف من ما علينا. المهم عموما هذه أخبار أسترالي كل شيء حقيقي. يعني في أوروبا أتوقع كل حاجة موجودة، يعني حتى أغلب الحيوانات أو المواشي اللي بنشوفها هنا في أوروبا بنشوف أشكال ثانية. عندنا دائما مميزة، يمكن مهجن، هم يضطروا يهجنوا. إحنا كلنا أصلية أوريجينال. عموما إحنا وصلنا لنهاية فقرة الأخبار والسوالف.